كلنا بنحتفل، هم بيصوموا معانا واحنا بنبقى فرحانين بالذهاب معاهم كل سنه. وكل اشقائي في الوطن وفي الانسانيه وفي كل شيء بخير. طيب النهارده الحقيقه التعليم، وزاره التربيه والتعليم حسمت موقف العام الدراسي بعد التشاور مع رئيس الوزاره والاجهزه المعنيه على اثار وزاره الصحه والسكان، وقررت انهاء العام الدراسي باختيارات شهر ابريل للصفوف النقل. والامتحانات تؤخذ الامتحانات شهريا لشهر ابريل ايام 26 و27 و28 يعني بكره وبعده وبعده. الغاء اختبارات شهر مايو، استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الاعداديه والثانويه، حضور طلاب الشهادتين الاعداديه والثانويه للمدارس اختياريا، اعلان ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافه للمجموع نهايه الاسبوع، استكمال المدارس الدوليه للدراسه والامتحانات، واقتصار حضور الطلاب على 3 ايام بحد اقصى. وده قرار رائع ومحترم احنا طالبنا بيه، لدرجه ان البعض الان يطالب بان ناخد الاسبوعين اللي جايين حظر تجول علشان الانتشار المرعب لكورونا. ما علينا، خطوه موفقه ومحترمه. معايا على التليفون زميلنا المحرر التعليم الكبير الاستاذ سيد جاد. استاذ سيد اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا سيد بيه، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بكل خير. الحقيقه النهارده القرارات كانت مفاجاه، الناس كانت الناس بتطالب بالمساله دي من فتره، انما النهارده هذا القرار كان مفاجئا للناس. ما هو تفسيرك له يا استاذ سيد؟ هو بس خلينا في الاول اقول لحضرتك هي كانت مفاجاه للناس، لكن حضرتك تفتكر اخر تصريحات للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم لحضرتك على الهواء، وقال لك ان القرار في ايد اللجنه العليا لاداره الازمات وهي اللي هتقرر خلال ايام، فكان ليك انت السبق، فلذلك ان احنا لازم نحييك يا استاذ. ربنا يكرمك يا فندم، لانك نموذج فعلا للصحفي يعني المحترم. اشكرك يا فندم. يعني اشكرك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. هو طبعا النهارده في ارتياح كبير جدا في اوساط اولياء الامور والطلاب، ان هم تاكدوا ان الدوله زي ما حضرتك تاكدت قبل كده كتير وما زلت تاكد، يعني لن تسمح بوجود اي اضرار ممكن تقع على ابنائنا الطلبه في اي مكان. وطبعا وجهوا الشكر لرئيس الوزراء والدكتور طارق شوقي على اتخاذ هذا الموقف. طبعا يعني تبعوا بقى يعني في تبعات لهذا القرار، طبعا الناس برضو ما بتبطلش اسئله. بالنسبه للمواد خارج المجموع زي ما حضرتك عارف برضه طلع قرار او يعني كتاب دوري من سياده الوزير ان الطلاب هيمتحنوا سنوات النقل كلها تمتحن المواد خارج المجموع من المنزل بما فيهم الشهاده الاعداديه.